لكن والله انا احلف لك صادق، الاسبوع الماضي عشان تعرف انه حزب الله كذاب، نحن لا نخرج على الحكم ونحن نرد على السوريه، كذاب انت سروري ذاتك، لانه عندنا نحن كجماعه انصار سنة تنظيم حلقه مصدقه من الحكومه، صدقت الجهات الامنيه، مشينا مصدقوها ومعانا ولدنا احمد عباس ده تلميذي، صدقوها من جهاز الامن وبعدين من اللجنه الشعبيه والمحلات جهات رسميه، وصدقت لنا الحكومه حلقه في الثوره في ال 17، هم جو عاملين لهم حلقه ينبذوا فينا جنبنا، ما مصدقها جو ناس الامن، ناس الامن طبعا ده الناس بيمثلوا الحكومه ولا بيمثلوا الحاكم، نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله، بيمثل الدوله، اظن راوا ناس الحكومه يوقفوا الحلقه دي الاسبوع الماضي يوم الجمعه الماضي، جو قالوا له وقف العصبجي، ناس ابو طيره كمان ابو طيره بيلعب قالوا له وقف يا عصبجي ما دارين كلام، تخيل عصبجي قال لهم شنو؟ قال لهم ما بوقف انا لاي سالوك الا يجيني خطاب من البشير. انت ده مفهوم يا عصبجي؟ فالليله جو ناس الجهات الامنيه واتكلموا معانا، قالوا يا اخ بس الجمعه دي في ترتيبات في البلد، المهم في اشياء معامله نعرفها نحن وما ادري بها، قالوا وقفوا كل الحلقات في هذا اليوم المحدد يعني الليله فقط. فنحن منهجنا بامرنا كده يا جماعه، فالانسان العاطفه بتاعته ما تخلي شنو؟ تغطي على المنهج بتاعه. فاتمنى ان الناس تستجيب لهذا لامر الله عز وجل، وكل ما استجبته وضايقته ربنا يفتح لك ابواب، والله اذا اغلق باب فتح الله لك في دعوتي ابواب. ما نزوم ناس عبد الحي يوسف والخوارج ونحن نبقى زيهم، ما نزوم ناس عبد الكريم ونحن نعمل زيهم. طبعا ناس ابو طير ابو الصوم ركبوا لك بسطونه وجدعوا لك في البوكسي زيه زي خروف الضحيه الاسبوع الماضي، يستحق العصبجي، وانا ما قلت لك مطور ساكت حلقومه كبير، مطور ساكت حلقومه كبير ما عنده حاجه، والله مطور ركب ابو طيره ركبوا الجمعه الفاتت والجماعه مبسوطين يسيروه وايدوا ناس الامن، جزاكم الله خير، الله اكبر، ايوه الله اكبر، اركبوا بسطون العصبجي يستحق اكثر من ذلك. فيبقى يا عصبجي انت ينبغي ان تحترم الحاكم اذا كنت انت فعلا تعرف قضيه الخروج على الحاكم، اذا بوليس وقفك او اي شخص يمثل الحاكم تسمع كلامه طوالي. هسه امبارح المحاضره بتاعت القاعه دي ب 25 مليون اخواننا اجروا القاعه، الحكومه قالت لا وقفنا لا الان ما صرفنا قروش، ده 25 مليون ده كله يا جماعه طاعه لله. طب انا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فالناس لازم تنصرف كلها تمشي خلاص. الجمعه الجايه بنجي بدري زي الليله، الليله جينا قبل صلاه العصر، الجمعه الجايه نجي بدري، انا عم جليبي فوضني في الحلقه دي ولا كيف؟ الناس تمشي دي الجمعه الجايه ان شاء الله، بس تجوا بدري، جزاكم الله خير بارك الله فيكم، وما تعملوا اي جمهره برا يا جماعه، شوفوا بيوت واحتسبوا الاجر، راسه زول جه هنا جا لي الله، ارجع لي الله برضه، جزاكم الله خير. قلت انا لسه ما عارف يا ربي لما ودونا ركبوه ثاني كم بسطونه ولا خلوا، كان لو لاقي طريقه يكلمني المسؤول كنت بكون مبسوط خالص. ما البسطونه دي ترى شافت الناس شافوها وجدعته زي خروف الضحيه دي ترى شفناها، لكن هناك عملوا له شنو الله اعلم، كان صوره جابوها لنا بكون مبسوط خالص. قال مزمل مشى هناك في حلقه 17 وده خارجي، ولما قال فيه ناس الحكومه ادوه بسطونتين وقال شفناه، شفتها تاني يا كذاب؟ يا اخواننا الزول ده، لكن انا ما استغربتها لما لقيته بكذب على الصحابه بكذب عليهم وبكذب على علماء الامه وبيدعي اجماع وهو ما عنده قولي واحد، اما عادي يكذب في مزمل، قال جابوا ناس الحكومه ورفعوه ودوه بسطنطين ومشوا هناك وقال دي شفناه، لكن جوا هناك ما شفناه، كذاب يا اخي. يا اخي مزمل عنده كمان كلمه القاها مسجله، ارايك شنو؟ بعد ما جو ناس الحكومه وقفوا الحلقه سمعا وطاعه، قلنا وقفوها ونحن منهجنا ما بنصادم الحاكم ومع الحاكم وما عندنا مشكله، توقفونا الليله وانتم ما ضدنا وبتفتحوا لنا في النهايه مجالات وبنشتغل ونحترم الحاكم جدا، نحترمه جدا، ولا مزمل رفعه ولا مشى معاهم ولا اي حاجه ولا اي شيء،
والان اذا عندهم اي كلام مع شيخ مزمل بيستدعوه معزز مكرم وبيقعد في طرابيزه بمزاج وبيجيبوا له مويه بيشرب المويه بيتناقش معاهم في القضايا وكمان اذا عندهم اشياء مهمه علميه وكده بيستعينوا بيستفتوا في مسائل تخص التكفيريين وغيره ده الناس ما عندهم مشكله معانا تقول الدوب اسطوانه يا كذاب يا مفتري الدوب اسطوانه بتين بتين البسطوانه ده سهله انت تستاهل انت وبفتوى بتاعت العلماء لقى الناس دي بفتوى العلماء قالوا جلدوك دير العلماء ما نحن قالوا الشيخ ربيع طلع فتوى في العصبجي وعديم الاداب قال دير شيعة الحمد لله طلع ربيع شكرا جزيلا يا شيخ ربيع يحفظك الله بارك الله فيك اكثر من امثال طلعوك شيعي تبا لك ولامثالك هذه كذبة صلعاء ابشروا بالتقية الدينية والتقية السياسية بالكذب الاصلع الابلق ولكنه يتجمل ان من علامات اهل البدع الكذبة والاختلاق والإفك الكذب من علامات اهل البدع يتقربون به إلى الله كذب على رجل من أهل السنة مخصما على كذبه وصية القحطاني بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.